يا خالد أبو حسان لو سمحت تقعد محلك. عبد المحسيري، عبد محلك الأخ رائد رباع لو سمحت. يا عبد الله اقعد. يا محمد اقعد. يا توفيق، توفيق مش تصرف، هذا تصرف. اقعد اقعد يا محمد. عماد طيب تفضل هلا. شو بتستفيدوا؟ احكي خذ راحتك يا عبد الله، شو بتستفيد؟ ابو عماد تقعد محلك ولا اقعد؟ اقعد يا ابو عبد السلام، اقعد. ابو عماد راح اعطيك شوي. يا اخوان انتوا ملاحظ مين اللي بيطلع؟ اللي حكى طلع، للاسف اللي حكى طلع. طلع علي يا اخوان خل نسمع باقي زملائنا. يا عمر زيود محلك. ابو حمد تفضل. يا مش على كيفك يا عماد، في زملاء بيحكوا، مش انت بتقرر. فريد شوف مين اللي واقف. حسين الحرسيس لانه حكى، فريد لانه حكى، عمر زيود لانه حكى، عبد السلام لانه حكى. ممكن نعطي اللي له مداخله، نحترم بعض. اقعد يا ابو محمود. ابو حمد ممكن تقعد. لا دقيقتين خلصت يا عماد، والله خلصوا. نسمع الاخ هايل عياش. تفضل اخ هايل. ابو حمد ما راح اعطي حدا، نعطي الزملاء اللي ما حكوا. لا مش حل اشكاليه، اترك لي انا راح احلها، راح تنحل بس مش بالطريقه هاي. نسمع زملائنا، نحترم بعض.